معنا ومعكم في اي بي احداث انفو هذا الاسبوع مجموعه الشباب حلقه بطعم الشباب ابطال فيلم باستا اللي كيتعرض ابتداء من يوم الاربعاء في القاعات السينمائيه الوطنيه. معايا ومعكم الابطال اللي حملوا على عاتقهم انجاح فيلم باستا. في الواجهه معايا فهد الشاب البطل ديال العمل واللي كندوروا في الفيلم هو نوفل. سهام المناضله في حلقه 20 فبراير. رانيا صديقه البطل. سعاد نبيل الصديق الحميم ديال البطل. مرحبا بكم معايا في بلاطو العاصمه في اي بي احداث انفو. غنمشيو لعند نوفل ولا فهد. اول حاجه كتيرني فهد في الدور ديالك هو انه اولا اداء عالي في التقمص وفي التشخيص، وعطيتينا واحد النموذج ديال واحد الحاله ديال مجموعه ديال الشباب اللي كيعيشوها اليوم، هي حاله يعني شاب مدمن كتعاني معها الاسره ديالو وعنده مجموعه من المشاكل. شنو هو مين استوحيتي الدور وعلاش اعتمدتي في اداء هذاك الدور بناء على مجموعه من الحوايج اللي كانت ماشي فقط حركه تعبيريه خارجيه وكيحتاج السلوكات الداخليه؟ بغينا نعرف منين استنتي في اداء هذا الدور. اولا كانت عندي نقاشات مطوله مع المخرج وتبغينا اساسا على السيناريو. نعم. من بعد عطاني مجموعه من الافلام اللي كانوا الادوار ديالهم متقاربين للدور ديالي اللي استوحيت منهم بزاف ديال هذا. وان بليس دو سا كنعيشو حنا في واحد المجتمع اللي في اي درب في اي حومه غادي تلقى اي واحد الحاله بحال هكا، ديما واحد السيد كيفيق من 9 الصباح كيفيق من 6 الصباح. يعني اي مغربي عنده واحد النموذج في راسو في هاد الشخصيه ديال نوفل. أداءك للشخصية فهد، واش ما كانش عندك لحظات ديال تماس مع شخصية نوفل؟ ما حسيتش بعض المرات أنك أنت هو داك نوفل؟ خلال التورناج بيان سير بعض المرات كتكون تقمصتي، ما نقولك زعما دخلت في الشخصية طول عرض دخلتي شي شويه. لكن بعض المرات كتفكر بعض الحالات اللي شفتيها واللي كتقيسك الشخصيه هي اللي كتعطيك هذيك ليموسيون اللي كتخرج في تعاطفتي معاه مع بيان سير مع نوفل؟ تعاطفت معاه بيان سير. ما كرهتيهش بعض المرات؟ وصعيب تكرهه لحقاش هو عاوتاني داك الشيء ما مشاش ليه بيديه. نعم. لان فهمتي راه كاينين بزاف ديال العوامل، كاينين لي بارون، كاينين لا سوسيتي، كاينين يعني بزاف ديال الحوايج اللي كيتجمعوا وكيديو لهذاك الانفجار هذاك الشخص المدمن. كانت عندك شي لحظات صعيبه في التورناج اللي عشتي؟ كانت عندي لحظات. بحالاش؟ بحال فاش غادي لا سيكونس اللي غادي ندخل باش ناخذ لهم لاشين ندير بها. نعم. دفعت الوالد في الفيلم. اها. يعني تخيلت راسي انا كنت انا بصح هذاك نوفل ودرت بحال هكاك الواليد. نعم. راه يمكن ما نقدرش نبقى نشوف فيه صراحه في وجهه مره ثانيه. نعم. هذو كانت من اللحظات الصعاب. سؤال نفسه غادي نسولو لك رانيا، على اعتبار ان التجربه كانت اولى في مسارك التقبيلي، انا متزامنه مع الدراسه. كنت مازال كنقرا في ثالثه اني. كيفاش بغيتي تدخلي في لا براتيك وانت مازال قلتي ديجا باش تلاقيت لو رياليزاتور سيتي باغ هازار. كنت في تياتر محمد V وكنت كنضحك مع صحاباتي في واحد هذا ويدير لي بحال هكا بحال جات تيغي سون اتونسيون حيت كنت انا حركيه. نعم. من صغري وانا حركيه تيقولوا لك باسلة ماشي المهم في لي زيتود كنت داسره شويه وهذا المهم حركيه. وهو فاش شافني بنت ليه واقيلا كنشبه شي شويه لذاك البيرسوناج اللي كان باغي صافي. كانت كي قلت لك بديت ليكسبيريونس ايتي اون ثوازيام اني ديالتي فاش نقول لك ما كانتش كانت صعيبه ماشي صعيبه ولكن كاول تجربه ليا وكنت انا خد دور رئيسي في لون ميتراج فيلم سينمائي طويل سينما زعما سينما سي با سينما راه شويه صعيبه.
بالمساعده ديال المخرج وديال الزملاء ديالي بيان سور وديال لي كور اللي خديت في ليزاداك ولوبسيرفاسيون بحال انا ما عمرني حملت بيان سور وكنت خصني نلعب لو رول ديال وحده حامله سكيفي في الزنقه كنشوف ما كنشوفش دي فام حاملين مي جيستي نركز على بنات قدي في لاج هذا حاملين افيك سيلوات صغيوره وكريشه وهذا كيفاش كيتمشاو avec un tout petit peu de l'observation de la direction de le réalisateur ou de les amis djawli parce que binetna on كنعاونو بعضياتنا صحيح صحيح المهم تمكنت نعطي هذيك النتيجه اللي شفتو كنتي مقنعه الى حد كبير في الدوره رانيا وانا بغيت نسولك سؤال اللي سولت قبيله لفهد انت الشخصيه ديالك في الفيلم الشخصيه ديال سهام كانت في الفيلم لا ديال سعاد انت سعاد كانت كتختلط مع رانيا في التشخيص واش كان شي نقاط تماس ولا ما كانش كاينين فاش كنقول ليه واش مشيتي تشوف ماشي داكشي ولا تدبر على شي سطه واحده اخرى ماشي داكشي انا ماشي غيوره ولكن عندي اون فورت بيرسوناليتي سكيفي كنحس بنادم الا مقاسني في شخصيتي ولا في كرامتي ولا هذا نقدر نخرج فيه طول عرض كيف قال فهد قبيله ما خفتيش من رد الفعل ديال الجمهور باش تتعرض الفيلم تكون ديك البنت تتصرح من البنت يعني ما نقولوش مسخوطه مع امها ولكن صعيبه مع امها كانت كتشكل امها معاناه كانت فيها لا مسؤوليه لا مبالاه كانت شي شويه نقولوا اون في اون جون في غاطي الى حد ما ما خفتيش منها هي داك خفت منها واحد كتكمي هي كتكمي مع صاحبها وهذا سي نورمال ولكن راحت حيت سي دو سينما دونك بنادم اللي غيأسومي ملي غيمشي يتفرج بيان سور خفت منها ولكن التمثيل هكا داير خصك تغامر وتلانصا ما يمكنش الا جيت نخاف من هادي ونخاف من هادي ونخاف من هادي راه ما غندير حتى شي حاجه تماما اللهم كتغامر و كيبقى هذاك الشيء في الله تسنى النتيجه ماشي اللي كاين نبيل انت في العمل كنت دور الصديق الوفي ديال نوفل العشير ديال نوفل واش نتوما في الاصل صحاب ولا في الفيلم تبنات الصداقه؟ بصراحه اول مره اول لقاء كان عندي مع فهد هو في الفيلم وكنت سبحان الله سيتي من النهار الاولاني فهمتيني بحال كنعرفوا بعضياتنا دوبي لونتون بالزربه اقتحمنا بالزربه بدينا كنهضروا على لي بيرسوناج ملي كنهضروا على الفيلم بالزربه دخلنا في هذيك لاميتي نورمالمون اللي خصها تكون عندنا في الفيلم وانا وفهد عندنا بزاف ديال لي بوان كومون دونك سيتي فاسيل فهمتيني بالنسبه لنا اننا نتعاشروا ومازال عايشين وفي الفيلم منابيل يعني نفس المساله غادي نسقسيك عليها هي ديال انك يعني ما لعبتيش ما كنتيش داك الصديق اللي كيجر الصديق والطريق ديال بين قوسين الطريق الصحيح كنتي انت ويا يعني صديق السوق كتغرقوا فوالا يعني في السوق وكتجروا الا ما جراش شو كتجروا يعني ما كاينش حد رادع ما كاينش هاد القضيه ما خفيش منها حتى رد الفعل ديال الجمهور تقول لك انا بلاصه تمثل واحد النموذج ماشي مونية يعني ما يكونش مضيء ديال الشباب ماشي اكزامبل يحتدى به فدابا هو ملي كتاخذ انت الدور ديالك باش تلعبو كيخصك تلعبو يعني بدون خلفيات بدون ما تسنى المواقف لحقاش انت في ديك الحاله انت شنو الدور ديالك انت واحد الممثل كيدي واحد المهنه بحال جميع المهن دونك انت حتى الا كان عندك شي تبعات من بعد زعما الفيلم وداك الشيء فانا كتناقش مع الجمهور كتقول لي قلت لها انا راه غير ممثل انا راه ماشي ديك الشخصيه نهائيا فهمتيني دونك وفي التاريخ ديال السينما بصراحه داك الشيء كتلاحظ بزاف ان كاع الممثلين اللي كيلعبوا الدور ديال الاشرار وداك الشيء كيكونوا هما الله يعمرها زعما الله يعمرها مي كان خاصني نلعب لحقاش كيف ما قال قبيله فهد لحقاش دايرين بينا بزاف ديال النماذج كنشوفوا المجتمع ديالنا عامر بزاف بديك الشخصيه اللي كنت لعب عليا دونك كان خاصني نادي الرساله ديالي على اكمل وجه ونكون صادق هذا هو زعما هي لا كونتخات اللي كانت عندنا كاملين هو اننا نبقاو دائما صادقين ما نعطيوش واحد الصوره مغلوطه على شنو كاين والا غادي نغلطوا معنا الجمهور ونكونوا مأدين الرساله ديالنا واحد اللقطه جمعتكم بجوج كانت هي السبوت ديال الفيلم اللحظه اللي انت ناعس فيها
والبطل ونوفل جالس حداك. ديك اللقطه كيفاش كانت تصويرها؟ واش كانت سهله ولا كانت حيت صعيبه اختارت كسبوع كافيش حيت عميقه اختارت كافيش؟ علاش؟ هو بعد ذاك النهار كان سماقني شي 3 ايام ولا 4 ايام وظهري المهم حس بداك البرد لحقاش. المهم عاودنا بزاف درنا بزاف ديال البخيل وكذا، ولكن كنظن هذوك سي بارمي زعما لي مومون فور في الفيلم. لحقاش في هذيك الوقيته فين 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 ولينا كنشكوا في لاميتي ديالنا انا وهي، وحنايا بعد اصلا الصداقه ديالنا مجموعين غير على البلا. نعم. دونك ديك النهار كنا تدروقينا مزيان وكنا المهم جمعنا كما كيقولوا درنا بسبعه شربنا وتحسسنا وتقلقنا وداك الشيء وكذا. في الفيلم في الفيلم قول ديما في الفيلم في الفيلم وتقرقبنا وداك الشيء وكذا، وستا مومون اللي فيه كعيا مع اميتي ما عرفتي ذاك الاحساس اللي تيكون مخلي. هذا هو على سولتك على اللقطه انا، حيت لقطه خاصه شي شويه في الفيلم. انا مساتني علاش كانت واش كانت صعيبه في التصوير؟ كانت المهم كانت صعيبه في التصوير زعما تكنيكمون، ولكن انا بالنسبه لي زعما ايموسيونيلمون البيرسوناج ديالي مع البيرسوناج ديال فهد ما عرفتش بان لي كنا داخلين في وسط. نعم. وكنا داخلين في وسط اللحظه. سهام كنتي في الفيلم في حركه 20 فبراير ويعني الحركه ديال الشباب اللي كانت متزامنه مع الربيع العربي. لما نعرف ان لما تقدم لك الدور وتقدم لك السيناريو في جزء متعلق بك يعني كشخصيه، واش رجعتي شي شويه لخلفيه حركه 20 فبراير؟ قريتي عليها؟ قريتي على عدد من الناس اللي تزعموها قبل؟ سي سورتو كو في الاول كنت من الناس اللي مساندين حركه 20 فبراير غير مساندين يعني من البعيد، ما عمرني ما دخلت معاهم. دوكو ديجا عندي واحد الخلفيه صغيره، ولكن ضروري ما نقرا اكثر ونشوف الناس سورتو البنات اللي كانوا معاهم اللي داخلين، باسكو سلمى كانت فريمون معاهم قلبا وروحا وكل شيء وخدامه معاهم. دوكو قريت كديجا يلاه خرجت من واحد الرول ديال واحده متمرده، دوكو كانت باقا في داك لو بيرسوناج ديال متمردة فيها، قلت اجي نجمعهم بجوج سا طون بيان. منين بغيتي تلعبي هذاك الدور؟ علاش لي تخيلي عزمتي عليهم في الشخصية؟ شنو كتقصدي بديك الثورية ومتمردة؟ أولا حاولت أن شني أنا خوافة يعني أنا في هاد الشيء سورتو كنقول نبعد. قلت أجي ندير شي غول اللي هو مختلف عليا شويه. داكوغ. سلمى شجاعه بزاف، واخا كنشوفها في واحد الوقيته بانها راه في الداخل ديالها فريمون خايفه، ولكن شجاعه عليا، فقلت اجي نطونتي لا شونس باش نجرب داك الاحساس ديال دوك الناس اللي فريمون كي اوزيو باش انهم يخرجوا ويدافعوا على الحقوق ديال الشباب في المغرب، و داكشي علاش خديته، بغيت تحديت راسي. يعني هو الدور اللي تعرض عليك من البدايه مع هذا المخرج، ما تعرضش عليك دور اخر. لا. يعني كنت كتشكلي في الفيلم حنا نقول واحد النموذج، واحد النقطه مضيئه بالنظر لما يصدم له الفيلم من مآسي. من مآسي الاجتماعيه. النقطه الايجابيه. الضوء، ولكن انا اعتبر هذه نقطه الضوء انها ما كانتش عميقه الى حد كبير، كان حتى الطرح ديال 20 فبراير يعني طرح سطحي. ما كانش شي واحد العمق. واش فقط باش نقولوا انه فوالا المجتمع كما في هاد النماذج في هاد النماذج فقط وانتهى الموضوع؟ انا بالنسبه لي هذا سؤال اللي طرح اكثر المخرج. انا بالنسبه لي انا طرحوا عليه ما تخافيش. المهم انا كنجاوب من وجهه نظري كان لعبت الدور ديال داك الشخصيه. بالنسبه لي كنشوف بان في السيناريو ملي كتقرا كتقول خدا المجتمع المغربي. نعم. خدا ديك الفئه ديال الشباب، نكونوا شويه واقعيين، شنو الاكثر الفئه اللي هي غالبه نظرا للظروف اللي حنا كنعيشوهم، الظروف السياسيه والاجتماعيه اللي كنعيشوها، خلات ان الشباب شويه انهم يكونوا مضطهدين وحاسين بالحق رائتو. ديكو كنلقى واحد الفئه صغيره هي اللي باغا لو شونجمون، هي اللي كتحرك، هي اللي كدير. ديكو هو مشى من المنظور المنطق ان الاغلبيه شويه كيضاربوا مع الوضعيه، وكاين واحد الفئه صغيره اللي هي انا كنمثلها، داكشي علاش الضوء ما مسلطش عليا كيف ما مسلط عليهم هما اكثر. لحقاش هما اللي عندهم مشاكل، ما نساوش بان الدور ديال السينما اللي هي كتعالج المشاكل. لا. انا بالنسبه لي ما كانش عندي مشكل باش انني نعالجه كشخصيتي،
المشكل كان هو سياسي، ولكن حنا كنعالجوا الموضوع ديال المخدرات اكثر والشباب. هذا اول ظهور جماهيري بالنسبه لي؟ لا، ديجا درت الون ميتراج قبل وكان يلاه خرج، وحتى هو في هذا العام في البدايه ديال العام. يعني بالنسبه لك هذا فرصه ثانيه اللي في السينما مع الجمهور ديال السينما؟ دابا مركزه غير على السينما، مرحله على هذا الدور جماهيريا ان شاء الله. ان شاء الله يلقاو الناس اللي هما دازوا من نفس المرحله اللي باغين بتات كيشبهوا ليا كانا كسيهر، ماشي كانا سلمحت، هما شويه باغين يتحركوا ما خايفين. بغيت الناس انهم اللي يشوفوني يقولوا ما كرهناش نكونوا بحال حتى حنا زاعمين، ما كرهتش يتشابوا معايا في الغول ديالي، ما كرهتش. داكوغ رانيا نرجعوا لك. في الفيلم بنتي يعني شابه مدخنه كتعاطي مع الصديقه ديالك المخدرات بدون اي ازعاج اي مشاكل، كتحطي الواقع ديالك مع الوالده ديالك قساوه الظروف المجتمعيه ديالك. قبل ما توصلي لديك المرحله ديال التشخيص، كيفاش حضرتي للدور؟ واش كانت يعني دا سيونس؟ واش انخرطتي مع شابات؟ يعني كيفاش لبستي ديك الشخصيه ديال ديك الفتاه وسلوكاتها الخارجيه سورتو؟ بحال تدخين شويه بصح. La question de la cigarette, au début, mais j'étais contre parce que la moitié là, c'est adapté à moi, le crédible ou réaliste le maximum possible. Ce qui fait, bien sûr, la crédibilité. Voilà. À fur et à mesure, mais le temps, ça a pris le temps de la préparation, c'est quand même plus crédible. Donc, حتى هكا دايره، جو دوا مادابتي. وتعلمت لا سيغاريت، تعلمت بزاف ديال الحوايج، تعلمت البنات الكاريان سورتو، شفت بنات الكاريانات كيفاش كيكونوا اغريسيف. تعلمت ديك انا ماشي اغريسيف، انا جي انا 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 انا, أنا مندفعه انا يا رانيا. والمهم زدت شويه شويه من هذا، ما شويه ديال لوبسيرفاسيون، شويه مني، حيت هذاك دوك البيرسوناج ماشي حسيت به قريب ليا. ولكن انا حيت بنت الشعب وكبرت مع بنات الشعب، دونك جاني شي شويه ماشي ساهل، مي جاني شي شويه قريب ليا قريب. فوالا. يعني بالنسبه لك دابا انت ملي غادي تعرض الفيلم في القاعات نهار الاربعاء، واش غيكون مزعج بالنسبه لك ماماك وباباك والاخوان والاخوات اللي كيشوفوا دورك؟ لا الصراحه، واش ما فيش احراج؟ ما فيش لا بالنسبه للعائله ديالتي، لا ماما ولا بابا ولا خوتي ولا الناس اللي قراب ليا اللي كيعرفوني مزيان، ما غيكونش عندهم احراج بيان سور، باسكو عارفين سي مون ميتي. دونك جو دو مادابتي ان امبورت كيل سيتوياسيون. بيان سور عندي دي ليميت في الجرأه ديالتي، وهذا ما عندي حدود. ولحد الساعه بالنسبه لي انا باقي علاش هذا القرار؟ ربما كانت عروض مغريه من بعد. عروض مغريه زعما في شخصياتها، في ادوارها، شخصياتها ادوارها اون سي جامي. ولكن انا بغيت نبقى مركز على لا كارير ديال الرياليزاسيون، و مازال ما شفتش انا صراحه راسي في الفيلم. ربما نقدر نغير الراي ديالي اللي شفت انا ممثلة بغيت نوقع رئيس. ديرهم بجوج، ديرهم بجوج تكون صعيبة. انا كيعجبني نكون داعية على الكاميرا صراحة. داكور، يعني الاختيار ديالك ولا باسيون هي داعية على الكاميرا، هي الرياليزاسيون ليكريتور ديال السيناريو. كتشوف انه زعما الساحة الفنية دابا في لي جون تالون ناقصة بروفيل بحال البروفيل ديالك صراحة؟ يعني اللي ما غيكونش محصور في ذاك الدور اللي لعبتي فقط، ربما كاين شخصيات اخرى ناقصه الا ما قلبناش مزيان. ما الا قلبنا وعطينا الفرصه ودرنا بون كاستينغ ودرنا ابيل تو الموند، جو بونس كو غنلقاو لي بروفيل اللي هما اسي. جو بونس بالنسبه لك فهد، واحد المساله غادي واحد القوسين غنحلها وياك. بروشينمون يخرج لو بروميي لون ميتراج ديالك باذن الله، و تري بيانتو دون 3 4 شهور غادي يكون الفيلم ديال سي حسن.
تهاني اللي غادي تعرض فين تلعب في دور البطوله. واش ما كتشوفش ان ربما التزامن ديال او التاخر ديال عرض فيلم باسطا ما يخدمش لا بروموسيون ديال لو برومي لون ميتراج ديالك اون طونك رياليزاتور؟ جيسبر ولكن سي بوبليسيتي ان ديريكت ليك زعما زادو القصد بيان بلوس اون كوانسيدونس بيان سور حيت الفيلم باسطا لعبت فيه تقريبا عام ونص قبل ما تاخر جوستومون تاخر العرض ديالك وجات صدفه انهم يخرجوا بجوج وصافي بليزير انك تشوف راسك لاعب وتشوف راسك دير الاخراج صافي بليزير صخي زعما غيكون واحد النقطه ايجابيه بالنسبه للفيلم لو ميتراج ديالك على حساب ديك الساعه الجمهور كيفاش غادي تلقى الفيلم الاول تقدر تكون ان بلوس ويخدم كما كنقولوا لا بروموسيون ديال الفيلم بالنسبه لشي لحظه فهاد مساله لي غومور كتقول لها علاش انا قبلت هاد الدور ربما يقدر يسيء ليا لا بالعكس اولا انا كنت مشيت ندير ستاج لا رياليزاسيون مع سي حسن تحالي ديال الباسطا وكنت كانوا البنات اللي كيجيو يدوزوا كاستينغ ديال لوغول ديال سعاد كان معايا الرياليزاتور الرياليزاتور قال لي انا رياليزاتور الا دخلت قريت لي ريبليك مع البنات غادي يشدو من الضحك ما غاديش يدوزوا كاستينغ في خاطرهم قال لي ادخل انت قرا معاهم لي ريبليك ونصورهم فاش دخلت قلت انا ما نشدش السيناريو نبدا نقرا معاها والسيده جايه حافظه داكشي لي ريبليك ديالها وكتنفعل وكتخرج واحد ليموسيون وكاينين بزاف ديال لي سين اللي فيهم غواتي السيده كتغوت وانت كتقرا عليها لي ريبليك غادي خصك تعيش معاها قلت انا نحفظ تعاملت معاها بطريقه الاخراج اي قلت انا نحفظ انا دوك لي ريبليك ساعات بغيتي نورط في الدور جا عندي المخرج قال لي واش تبغي دوز كاسي قلت له فاش انا قلت سان بتي غول سي با غراف قال لي ملي قال لي البطل وقفت مزيان وفكرت مع راسي حيت تقدر دير لي غيك لا صحيح ايوا كانت عندي يعني ناقشنا انا والمخرج وداك الشيء وقال لي ما تخافش لا ديريكسيون هادي ثقت فيه ودخلت نبيل وي نشوفوك شي شويه شفتك متبع معنا وبغيتي وكتفاعل معنا عن بعيد ندخلو شي شويه فات قبل من باسطا فين كان نبيل فين لعب نبيل انا كندير جو في بلوس دو تياتر كو سينما باسطا كانت عندي هي التجربه الثانيه ديالي مع زعما في السينما داكور مع كانت التجربه الاولى مع ياسر الفنان في فيلم كاريان بوليون اييه لو ميتراج درت شي شويه ديال التلفازه فهمتي شي باراكرا في التلفازه ودرت شفتو لي كور ميتراج لي كور ميتراج لعبت يعني تقريبا واحد سته ديال لي كور ميتراج لعبت فيهم كممثل ولكن باش نكون معك صادق بصح الى يومنا هذا السينما ما تستهوينيش اكثر كيف ما كيف ما كيف ما علاقتي مع المسرح داكور زعما فهمتي شي حاجه ما ما تتفهمش زعما ما تيحللهاش الدماغ وكذا اكثر ما هي احساس ملي كنلقى راسي في التياتر اكثر من السينما ربما التياتر حيت كتاخذ لي ريكول ديالو سوغ بلاس والسينما لا هذا دابا كتقولي انه عام ونص على التصوير ذات يعني ديجا كيكون الانسان فقد بزاف ديال الحوايج ديال التصوير حتى كيعاودوا يشوفوا من بعد واحد العام ونص ولا عامين بالضبط هما هذو من العوامل هذو من العوامل وزائد لو كونتاكت ديالي مع الكاميرا باقي ما انت بحال قلتي باقي ما مصاحبينش باقي ما تنحسش بالصاحب اللي 100% شو اليز دو لا كاميرا مازال هذيك الاله اللي هي الكاميرا تتخلعني شي شويه وتت فهمتي تترعبني باغ كونتخ تياتر جو نتخوف اليز بخير مع الناس تنهضر معاهم كذا فهمتي هكا واحد كونتاكت مباشر معاهم فهمتيني ليفي ديالو بشكل مغاير على ليفي ديال السينما على ليفي ديال الكاميرا واحد السؤال موجه لكم الشباب واش فيلم باسطا فرصه حقيقيه باش يتعرف عليكم الجمهور المغربي نجم السؤال موجه لكم انا كنظن جميع الاعمال كيف ما كانت
بغض النظر زعما على القيمه ديالها ولا سميتو، هي فرصه تتبقى دائما فرصه ديال الممثل انه يظهر. بون هو شنو دار كخدمه في وسط هذاك العالم. نعم انا كنسطر على انه ممثل مبتدئ، واش بالنسبه لكم هذا الفيلم ديال الباسطه يعني اللي غادي يتعرض واللي صاحبته مجموعه من المشاكل في التنفيذ، علاش انا طرحت هذا السؤال؟ اللي تنفيذه يعني كان محاط بمجموعه من المشاكل فيما يتعلق بالدعم مسائل هذا، واللي علاش تعرق اصلا وتاخر العرض ديالو وتاخر حتى وتعذر حتى مشاركته في مهرجانات وطنيه، لربما كانت غتعود عليكم بالنفع لو انه تعرض في مهرجانات وطنيه. هنا كنعاود السؤال بصيغه اخرى، هل يعتبر تمثيلكم ومشاركتكم في فيلم باسطة فرصة رغم أنه ما نقولوش تحرم ولكن لم يعرض في ملتقيات كان أفيد أنه يتعرض باش يكون انتشاركم فيها أضمان يعني بشكل كبير؟ أنا غنجاوب غنهضر من منطلق أن مثلا في المهرجانات الأفلام اللي كتشافوا الأغلبية سيغت كيدخلوا ليهم الجمهور، ولكن الأغلبية كيكونوا موجهين الناس ديال السينما. يعني حنا كمبتدئين كانت من مصلحتنا أنه يدوز المهرجانات الوطنية باش يتعرفوا علينا المخرجين والمنتجين ويعيطوا لينا أكثر. الصورة ديالكم باش غتروج مزيان. كانت غتروج عند يعني الناس ديال الدومين. صحيح. ولكن بما أننا دابا في هذا الموقف ديال الفيلم غيتعرض للجمهور، جو بونس كو فرصة لينا حتى حنا، حقاش دابا في الوقت الراهن سوختو مع السوشيال ميديا إيتو يمكننا نتحركوا، ليماج ديالنا تبدا تتحرك، الناس يبداو يعرفونا ايتو اوتوماتيكمون، حتى المخرجين يبداو يعيطوا ايتو الى بقات الصوره ديالنا كتروج. نهضر عليهم هما اكثر، هما ان جو بونس عندهم فرصه ممتازه باش ان الناس يبغيوهم، حقاش بزاف ديال الشباب غيلقاو ريوسهم في هاد الشباب اليوم كاينين، يعني فرصه ذهبيه وفرصه ليا حتى انا ان شاء الله، ولكن المهم ديجا تعرفوا عليا قبل وجيسبيغ يتعرفوا علينا دابا اكثر. و وي جو بونس كو لو فيلم غادي بوستينا ان بتي بو فيغ الجمهور المغربي، واحسن جو بونس الجمهور المغربي يتعرف عليك. اون باغ هنا على السينما ماشي التلفازه. صحيح. دوكو شويه صعيب باش انك تبان الا كنتي كدير غير السينما ولا حتى المسرح كيف ما كيدير نبيل، شويه صعيب كل شيء يتعرف عليك. تماما. جيسبيغ انها تكون فرصه ممتازه باش الناس يعرفوا. فهد شنو تيقول في الموضوع؟ انا كنظن انها فرصه وفرصه زعمانه، لانه فيلم ديال السينما وكنعرفوا ان فيلم ديال السينما كيلقى اقبال كبير من الجمهور المغربي، والجمهور المغربي اللي كيشوف جميع افلام ديال السينما وكيدخل للسينمات، وان شاء الله كنتمنى انه يدخل يشوف هذا الفيلم. لكن كما قالت الاخت سهام غادي تيدونتيفيو بزاف ديال الناس، سوا لي بارون سوا لي زونفون سوا الجيران سوا لي زونسينيون، كاينين بزاف ديال الاشخاص اللي غادي يتيدونتيفيو مع الفيلم. و جيسبر انها تكون في السينما، يعني جامي تخو تاغ، سوا خرج هاد العام سوا خرج العام الجاي، السينما السينما في العالم هكا دايره. السينما هي تافهه واليود راه كيطرا لهم نفس المشاكل اللي كيطرا لنا حنا، غير حنا مازال عاد كنكونوا واحد لانديستري في السينما. صحيح صحيح. نبيل شنو رايك في الموضوع؟ او راني كنشوف راني باغي نتكلم. بالنسبه لي انا بيان سور كو فرصه حقيقيه باش يتعرف عليا الجمهور المغربي، سورتو كو اول عمل خدمت اعمال ولكن هما جايين في الطريق، وهذا يعني اول حاجه غيشوفني زعما اول حاجه كونكريت غيقدر يشوفني بنادم فيها هي لو فيلم باسطا. دونك سي اون اوكازيون فرصه من ذهب ليا باش يتعرف عليا الجمهور المغربي والناس ديال الدومين نيت. ما خايفاش يقولوا عليك شي انتقادات لدي على الصحافه؟ مالي؟ يقولوا لك شي انتقادات مزيانه ما تكونش ايجابيه؟ ما محضراش راسك للردود مثلا؟ بوسيبل يقدروا يكونوا ردود زوينه ويقدروا يكونوا ردود افعال خايبه سلبيه مزدهره حاجه؟ ما مجداش حنا خدا عليها مجداش، ولكن الا جات مرحبا بها باسكو حتى الحوايج السلبيه كتعاونك واخا هكاك الا كان كريتيك كونستركتيف فوالا. يعني المهم الانتقاد سواء كان الا كان سلبي راه كيعاونك ولا كان ايجابي راه كيعاونك حتى هو لي دو. نبيل انا طبعا كنقول بلي فيلم باسطا هو فرصه لينا كاملين حنايا كشباب زعما اللي يلا بدينا يلا قلنا بسم الله في عالم السينما، فرصه لينا اننا نعطيو واحد ليماج على ريوسنا وعلى الفيلم عامه على العمل يعني عامه. و جيسبر زعما هذاك المجهود اللي كنا درناه زعما في انجاح هذا الفيلم هذا، كل واحد فينا هو دار زعما اللي عليه، دار الماكسيموم ديالو باش
باش يعطيو صوره مزيانه. جيسبر زعما ما يمشيش هباء من التورا، وان شاء الله انا كنتفائل، انا كنتفائل بهذا الفيلم لحقاش تيجيني اندر جراوند، كيجيني قريب بزاف من واحد الشريحه كبيره عندنا في المجتمع ديالنا المغربي. ونتمنى من الله خير، وفي كل توخيره خير مزيان، ما عرفتش الخير فين كاين. يعني اجابات كتجمع على ان الفيلم هو فرصه لكم للظهور وتعرف عليكم الجمهور المغربي. كلشي متفائل بشكل واسع. واش ما كاينش واحد التخوف جماعي عندكم؟ كنستثني من التخوف سهام، لان دورك كان كما قلنا مشرق، يعطي نموذج ايجابي ديال الشباب. واش ما كيستشكلش بالنسبه لكم الادوار ديالكم في العمل، والعمل يعني ما كيعطيش واحد الصوره شويه هي واقعيه ولكن قاتمه على المجتمع؟ تحمل كثير من الالم. انا المتني الشخصيات اكثر التعاطف فيها الالم. واش ما كي يعني هاد النظره الواقعيه اللي كيحملها الفيلم، وهاد المقاربه الواقعيه، واش انتم بالنسبه لكم يعني سخي ان بلوس بالنسبه للسينما المغربيه؟ ولا كيقولوا بعض الناس انه السينما خصها تكون هي الواقع. انتم مع الطرح في الادوار اللي قبلتوا؟ السينما صراحه كتكون مأخوذة من الواقع، ولكن من الواقع ولكن كنزيد عليه شويه الفيكسين باش كتكون السينما. وصراحه انا ما عنديش تخوف من ردود الفعل على الشخصيه ديال نوفل في الفيلم، لانها شخصيه واقعيه، وكما قلت لك قبل كاينه في جميع الاحياء تماما تقريبا، حتى في الاحياء الراقيه كتلقاي واحد بحال هكا، يعني ماشي زعما غير الدراري اللي لي بارون ديالهم ما في حالهم شوالي، هذه حاله عامه. كاين الاباء اللي دي مليونير وعندهم ولدهم بحال هكا، ميم لا ميدسين ميم كلشي ما قدرش يخرجوا يعني ما كاينش واحد التخوف من المقاربه اللي كيطرحها الفيلم؟ لا بالعكس، انا كنقول زعما شنو الدور ديال السينما؟ الدور ديال السينما هو انها تنقل واحد الواقع معين في واحد القالب فني بلغه سينمائيه، هذا هو الدور ديال السينما. اذا كانت السينما ما غتعبرش على زعما المجتمع كيف هو داير وما كانتش غتكون صادقه، فليس حري بها ان تسمى سينما. بلى تا انا متفقه معهم. انا بالنسبه لي لو رول ديالي زعما حيت سورتو في هاد لا جينيراسيون هادي ديال دابا، كاين بزاف ديال البنات اللي غيعيش، كاين اللي عاشوا هاد الشيء وكاين اللي غيعيشوه مازال في المستقبل. سورتو كو دابا في هاد لا جينيراسيون ديال كتشوف بنات باقيين فريمون صغار وباغيين يوصلوا لشي حوايج، بحال الشخصيه ديال سعاد دغيا بغات دغيا الحب ودغيا حملات ودغيا كتكمي ودغيا هي راه سي ميم با لاج ديالها، لاج ديالها هو ديال تمشي تقرا تجل دارهم نينوغ على قصه. دونك دابا سورتو دابا حاليا راه كاين بزاف ديال السعادات في المغرب، بزاف فريمون. وكي قال فهد دابا قبيله راه ماشي كيسيون ديال فقر ولا ماشي فقر، راه كاين الناس فريمون لاباس عليهم و سون بيان كولتيفي، عندهم قاريين وصل واحد النيفو فريمون مزيان، ولكن ولادهم خرجوا لهم هكا تماما. حيت المجتمع واقيلا كاين مسألة التربية، التربية وراه كاينين الناس فغيمون مربيين ولادهم اكزاكتومون، كاينين مربيين وتا شوف وشحال كاينين دي بارون كيصحابهم إلى زيرو ولادهم بحال لكا ديال الغنوف ديالك ديال نوفل، زعما إلا زيرو ولدو وسد عليه وهذا 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 راه كاي غيبدل شي حاجة، راه لا يقدر إلا تقربتي ليه تقدر تخرجو من هذاك المشكل. باغ كونطخ إلا سديتي عليه وكنتي اوتوريتير معاه وكتخرج فيه عينيك وهذا سا مارش با، سورتو مع الدراري بحالنا ديال هاد لا جينيراسيون ديالنا دابا تبارك الله. راه كل فهمتي كتلقى بنت ولا دري دابا كيقرا في سانكيام وفغيمون كبير كيفهم في كل شيء، يهضر معاك في كل شيء، يقدر يدير معاك كل شيء. صحيح. دونك هذه وقت السرعه، كل شيء ولا بالزربه. فوالا. اذا قريب ان شاء الله في واحد لوبو ديال واحد 4 ايام ولا 5 ايام الجمهور العريض غيتعرف عن قرب على رانيا، غيتعرف على قرب على نبيل، غيتعرف على قرب على فهد، غيتعرف على قرب على سهام. وفي انتظار ذلك نتمنوا لكم ان شاء الله فرجه ممتعه جماهيريه ابتداء من يوم الاربعاء في القاعات السينمائيه. تلقاو قريبا في حلقه جديده من في اي بي احدث انفو. تبقاو على خير.